الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة في كتاب الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، غفر الله له ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب في أحكام الغصب. الغصب لغة أخذ الشيء ظلما، ومعناه في اصطلاح الفقهاء الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. والغصب محرم بإجماع المسلمين لقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والغصب من أعظم أكل المال بالباطل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. والمال المغصوب قد يكون عقارا وقد يكون منقولا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من افتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة، طوقه من 7 أراضين. هذا فيلزم حديث. الغاصب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. باب الغصب هناك أيها الكرام الفضلاء مهم جدا رضي الله عنكم وأرضاكم، وهذا من الأمور التي تساهل الناس فيها. نعم أي والله تساهل الناس فيها، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك الغين المعجمة والصاد المهملة والباء الموحدة التحتانية هو معنى لغوي صحيح أيها الكرام الفضلاء، بأخذ معناه أخذ الشيء ظلما، غصب يغصب غصبا فهو غاصب، ومعناه في الاصطلاح هو الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق. الاستيلاء على حقوق الآخرين قهرا بغير إيش؟ بغير حق. طيب لما قال على حق غيره، سواء كان عينا أو منفعة، عينا مثل المال يعني مال عقار، أو منفعة كأن تدخل إلى دار الإنسان تسكن فيها بغير رضاه، أو تدخل إلى سيارته فتسوقها بغير إيش؟ بغير رضاه. طيب لما قال قهرا بغير حق، يعني هذا يكون على وجه التعدي والظلم. يا عبادي إني حديث أبو مسلم الخولاني عن أبي ذر في الصحيحين: إني حرمت الظلم وجعلت بينكم حرم فلا تظالموا، لأن هذا تعدي وظلم. طيب خرج منه ماذا لما قال قهرا بغير حق؟ خرج منه ماذا؟ المال الذي يؤخذ قهرا بحق، كمن أفلس مثلا، فيأتي ولي الأمر يأخذ منه هذا قهرا، لكنه بماذا؟ بحق. الغصب حرام إجماعا، قرآن والسنة وإجماع. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا ناهية، وتأكلوا والنهي في التحريم بالباطل في الاستغراق، يعني بكل ما هو حرام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. وقال في حجته عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حديث أبي بكر نفيع بن الحارث: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. والمسلمون مجمعون على حرمة الغصب أيها الكرام الفضلاء، كما من حديث سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل المبشر بالجنة، والذي والده قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: استغفر لأبيك فإنه يبعث أمة وحده. يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما، شبر واحد 20 سنتي، فإنه يطوقه يوم القيامة من 7 أراضين. لا إله إلا الله، نسأل الله العافية والسلامة. يطوق يوم القيامة من 7 أراضين. نعم تفضل.
بل يقولون يا مشايخ يقولون معذرة من باب الفائدة، لو أن رجلا غصب أرضا فزرعها وغرسها وبنى فيها لزمه أن يقلع ما غرس وأن يزيل ما بنى وأن يضمن تسويتها ويردها إلى صاحبها. أرأيتم؟ إن الأمر عظيم، من خول لك أن تفعل هذا على أرض ليست إيش؟ ليست أرضا. بل يقولون إذا نسج الغاصب غزلا أو قصر ثوبا أو نجر خشبا ونحو ذلك لزمه رده لمالكه مع أرش النقص، يعني مع الفرق ما بين الشيء قبل غصبه وبعد إيش؟ غصبه. ولا شيء للغاصب، ولا شيء للإيش؟ للغاصب. قالوا وتصرفات الغاصب من بيع ونكاح وحج موقوفة على إجازة المالك، فإن أجاز وإلا بطلت. يعني غصب وراح باع، غصب وراح حج إلى غير ذلك. نعم أحسن الله إليكم. فيلزم الغاصب أن يتوب إلى الله عز وجل ويرد المغصوب إلى صاحبه ويطلب منه العفو. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني يوم القيامة. قالوا فإذا وجدت بيد الغاصب أموال مغصوبة وسرقات وأمانات وودائع للناس ورهون ولم يعرف أصحابها، فله الصدقة بها وله ويصرفها في مصالح المسلمين ويبرأ من عهدتها. قال ومن كسب مالا حراما كثمن خمر ثم تاب، فإن كان لم يعلم بالتحريم ثم علم جاز له أكله، وإن كان يعلم بالتحريم وقت كسبه ثم تاب يتخلص منه ولا يأكلهم. وقالوا ولا ضمان في إتلاف آلات الله والصلبان وأواني الخمر وكتب الضلال والمجون وآلات السحر، لأنها محرمة لا يجوز بيعها، لكن يكون إتلافها بأمر الحاكم ورقابته ضمانا للمصلحة ودفعا للمفسدة. قالوا ومن أجج نارا بملكه فتعدت إلى ملك غيره بتفريطه، يعني واحد ولع كده نار نقول فين؟ في الحوش عنده، فتعدت إلى بيت الجيران بتفريط منه فأتلفت بعض أثاث أو كذا ضمينا. طيب قال أنا ولعت نار عندي بشب الضوء كده بسوي شيء، بسوي مقلقل، بسوي شيء، بأتدفأ في الشتاء فهبت الريح. قالوا هنا لا ضمان عليه لأنه ليس من فعله ولا بتفريطه. طيب واحد من الناس تحصل هذه كثيرا، عنده بهائم بالذات في الأماكن الجبلية وفي أماكن المراعي، البهائم طلعت على الطريق العامة ضربت سيارة. قالوا فالبهيمة هدر لا ضمان على من أتلفها وصاحبها آثم بتركها وإهمالها، بتركها وإهمالها. قالوا ويحرم على الغاصب الانتفاع بالمغصوب ويجب عليه رده، وكذا سائر المظالم، فمر معنا في حديث أبي هريرة في الصحيح لما قال من كانت له مظلمة يعني في الدنيا لأخيه من عرضه كلمت فيه بالباطل أو من شيء نكرة تدل على العموم في ماله تحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له سيء حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، يعني أضيفت على سيئاته. قالوا ودفع الصائل المعتدي
فإن صال عليك صائل فدفعته جاز لك ذلك، وإن أدى إلى إتلافه أو إتلاف ماله، إن هذا يدخل في دفع الصائل. تفضل. لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم قال: يا رسول الله، رأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، غاصب هذا، قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ إن قتلته قال: هو في النار. نعم، فضل. أحسن الله إليكم شيخنا. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني يوم القيامة. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، رواه البخاري. فإن كان المغصوب باقيا رده بحاله، وإن كان تالفا رد بدله. قال أيوة. الإمام الموفق أي نعم، يعني غصب شيئا فأتلفه، يرد مكانه، يرد مكانه، وغصب شيئا فما زال باقيا يرده، وإن فيه بعض التلفيات ضمنها. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. لكن هنا مسألة اسمحوا لي فيها. طيب، تقدير التعويض كيف يكون؟ الحنفية والمالكية كما في بدائع الصنائع للحنفية والقوانين الفقهية يقولون: تقدر قيمة المغصوب يوم الغصب، لأن الضمان يجب بالغصب، فيقدر المغصوب يوم الغصب. ده قول الحنفية والمالكية. يعني مثلا يوم ما هو غصب كانت السيارة تسوى 100,000 دولار، حصل حرب ولا شيء ولا العملة نزلت ولا كذا، وقبضوا عليه بعد سنوات فراحوا يقدروا لقوها 10,000 من 100,000. على قول الحنفية والمالكية قالوا: تقدر قيمة المغصوب يوم الغصب، لأن ليش يوم الغصب؟ قالوا: لأن الضمان يجب بالغصب. طيب، الشافعية قالوا: المعتبر في الضمان أقصى قيمة للمغصوب من وقت الغصب في بلد الغصب إلى وقت تعذر وجود المثل، وكذلك المال القيمي. وقال الحنفية مثل الشافعية في الأموال، أما المثليات فوجبت قيمته يوم انقطاع المثل، كما جاء في كشاف القناع للبهوت ومغني المحتاج في شرح المنهاج. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. الموفق: أجمع العلماء على وجوب رد المغصوب إذا كان بحاله لم يتغير، انتهى. وكذلك يلزمه رد المغصوب بزيادته، سواء كانت متصلة أو منفصلة، لأنها نماء المغصوب فهي لمالكه كالأصل. وإذا كان الغاصب قد بنى في الأرض المغصوبة أو غرس فيها لزمه قلع البناء والغراس إذا طالبه المالك بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا آنفا. نعم، عليه الصلاة والسلام. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق، رواه الترمذي وغيره وحسنه. وإن كان ذلك يؤثر على الأرض لزمه غرامة نقصها، ويلزمه أيضا إزالة آثار الغراس والبناء المتبقية حتى يسلم الأرض لمالكها سليمة، ويلزمه أيضا دفع أجرتها منذ أن غصبها إلى أن سلمها، أي أجرة مثلها، لأنه منع صاحبها من الانتفاع بها
في هذه المدة بغير حق، وإن غصب شيئا وحبسه حتى رخص سعره ضمن نقصه على الصحيح، وإن خلط المغصوب مع غيره مما يتميز كحنطة بشعير لزم الغاصب تخليصه ورده، وإن خلطه بما لا يتميز كما لو خلط حنطة بمثلها لزمه رد مثله كيلا أو وزنا من غير المخلوط، وإن خلطه بدونه أو أحسن منه أو خلطه بغير جنسه مما لا يتميز بيع المخلوط وأعطي كل منهما قدر حصته من الثمن، وإن نقص المغصوب في هذه الصورة عن قيمته منفردا ضمن الغاصب نقصه. ومما ذكروه في هذا الباب قولهم والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان، ومعناه أن الأيدي التي ينتقل إليها المغصوب عن طريق الغاصب كلها تضمن المغصوب إذا تلف فيها، وهذه الأيدي 10: يد المشتري وما في معناه، ويد المستأجر، ويد القابض تملكا بلا عوض كيد المتهب، ويد القابض لمصلحة الدافع كالوكيل، ويد المستعير، ويد الغاصب، ويد المتصرف في المال كالمضارب، ويد المتزوج للمغصوبة، ويد القابض. رأيتم كل من شارك في هذا الغصب ويضمن أيها الكرام الفضلاء، كل يعني لو انتقل المال بهذه الصورة التي ذكرت في 10 صور فإنه يضمن لأنه قد ظلم بغصبه مال غيره. نعم أحسن الله إليكم شيخا. ويد القابض تعويضا بغير بيع، ويد المتلف للمغصوب نيابة عن غاصبه، وفي كل هذه الصور إذا علم الثاني بحقيقة الحال وأن الدافع إليه غاصب فقرار الضمان عليه لتعديه على ما يعلمه غير مأذون فيه من مالكه، وإن لم يعلم بحقيقة الحال فالضمان على الغاصب الأول. وإذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده، لأن المنافع مال متقوم فوجب ضمانها كضمان العين. وكل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة لعدم إذن المالك. وإذا غصب شيئا وجهل صاحبه ولم يتمكن من رده إليه سلمه إلى الحاكم. وجهل صاحبه مفعول به، وجهل الغاصب صاحبه. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. وإذا غصب شيئا وجهل صاحبه ولم يتمكن من رده إليه سلمه إلى الحاكم الذي يضعه في موضعه الصحيح أو تصدق به عن صاحبه. وإذا تصدق به كما ذكرنا آنفا. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. وإذا تصدق به صار ثوابه لصاحبه وتخلص منه الغاصب، وليس اغتصاب الأموال مقصورا على الاستيلاء عليها بالقوة، بل ذلك يشمل الاستيلاء عليها بطريق الخصومة الباطلة والأيمان الفاجرة. لا إله إلا الله. نعم. قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وجه الدلالة هنا بالباطل، الباء هنا للسببية والألف واللام تفيد الاستغراق، أي نوع يعني دخلت في خصومة واستغليت بعض الثغرات في خصمك فأخذت من حقه وأنت تعرف أن هذا ليس لك، أو أنك أنت يعني غششته فجعلته يوقع على شيكات أو على سندات إلى غير ذلك. يا جماعة أنا حكيت لكم قصة قبل كده في المرأة، في الرجل الذي مات أخوه وذهب إلى المقابر وجعله يوقع على
أوراق بيضاء للتنازل. نفس هذا الذي ذكرته لكم الآن حدث بصورة جديدة. والله يا أخوان شيء عجيب، نسأل الله العافية والسلامة. يعني أنا لا أدري هؤلاء الناس ماذا يفعلون. نفس الذي حدث هذا حدث في بلد من البلدان، ماتت هذه المرأة وهي ثرية ولا عقب لها، ولم تعقب ولم تتزوج، لا وارث لها. جاءت أختها إلى مغسلة الموتى وأخذت بصمتها على 10 سندات. فلما تم القبض عليها قالت لا أنا كان بس يعني أخذت هذا من باب إن يعني أختي لا وارث لها، وهي كان وصتني إن إحنا يعني نجعلها في الأعمال الخيرية. أنا أتعجب في هؤلاء، يا أخي إيش هذا؟ لا حول ولا قوة، ما هذه النفوس؟ وما هذه يعني لم يعظكم الموت؟ يا الله شيء عجب. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله الذي عافانا وابتلى به كثيرا من خلقه. نعم تفضل يا أخي. عليكم شيخنا. وقال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فالأمر شديد والحساب عسير. وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين. وقال صلى الله عليه وسلم: من قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من نار. يعني لأن الحاكم يحكم على ما عنده من القرائن، لكن أنت تعلم علم اليقين إن كنت أنت صادق ولا كاذب. وأذكر لكم هذه القصة، أتت المناسبة لها الآن، في رجل سبحان الله كانت له قطعة أرض فغصبها جاره بمثل هذه الشهادات الكاذبة، وأتى واختصم عند القاضي، فالقاضي يقول له: يعني هل أنت عندك بينة؟ قال: لا والله ما عندي بينة. الثاني المغتصب قال: أيوة أنا عندي بينة وعندي شهودي. فأتى بشاهدي زور وحلفوا في المحكمة، والقاضي حكم بما عنده يعني من القرائن، لكن والله عز وجل والله من ورائهم محيط، وحكم لهم وقضى لهم بإيش؟ بالأرض، وهم يعرفون أنهم أخذوها غصبا وكذبا، كما مر معنا هنا الآن بشهادات الزور، وتدلوا بها للحكام لتأكلوا فريق من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فذهب الرجل ودخل بيته وصلى 2 ركعة ودعا أن الله عز وجل ينتقم له من ذلك. يقول: وهم أتوا والصك معهم ومعه الشهود الزور. وسبحان الله، الدخول إلى الحي يكون عن طريق دوار، يعني عن طريق سكوير، وهم يأخذون الدوار انقلبت السيارة، ماتوا الثلاثة جميعا سبحان الله. فلما رفع هذا إلى بيته وأخذت الزوج يعني تزيل الأشياء من جيبه، وجدت هذا الصك، فذهبت للقاضي وقالت: أنا أشهد أن زوجي قد اغتصب هذه الأرض وليست لنا سبحان الله، ويكفينا ما أصابنا، ولا نريد أن الله يبتلينا كما بلي زوجي بذلك. لقد نصحناه ولم يستمع سبحان الله، شيء عجيب، نسأل الله العافية والسلام. وأنا أذكر والله يا أخوان، أنا ما أنسى هذه قبل كم 10-12 سنة، المرأة هذه تتصل تقول: أرى زوجي دائما في القمامة، في النوم في القمامة باستمرار، تشوف في القمامة. فقيل لها: يعني إن صدقت الرؤية معناها أن زوجك متوفى طبعا، يعني فعل ذنبا وإثما، وهذا الذي جعله فيما هو فيه من هذا المكان. قالت: لا زوجي كان كذا وكذا وكذا. فقيل لها: ابحثي لعلك يعني تجدين، ابحثي إن شاء الله أنك تجدين ما نقوله. يقول سبحان الله: وإذا بهذه المرأة تتصل بعد فترة ثم فعلا تقول: فعلا زوجي شهد زورا من أجل
حوالي 2000 ريال في ذلك الزمان، أن أرض هذا، أن هذا كم متر أظن أو قريب من ذلك من الأرض لآل فلان دون آل فلان، دون آل فلان. سبحان الله، شيء عجيب الأمور هذه أحبابي، الإنسان ينتبه لها ويأخذها على باله تماما. رضي الله عنكم وأرضاكم. تفضل. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا، انتهى الباب. طيب، لعلنا من تتمة الفائدة فيما نحن فيه أيها الكرام الفضلاء، أن بالنسبة لأحكام الغصب، طبعا الحكم في الآخرة يأثم وهو استحقاق للمؤاخذة لأنه تعدى على حقوق غيره، وهذه كبيرة من الذنوب. أيضا من أحكامه أنه يعزر، يؤدب بالسجن أو الضرب أو بما يراه الحاكم رادعا حتى لا يرجع لمثل هذا مرة أخرى. قالوا وحتى ولو عفى المغصوب عنه، يعرفون ما يسمى الآن عن يعني الحق العام والحق والحق الخاص، ومر معنا لما تكلمنا على رد العين المغصوبة ما دامت قائمة لحديث رواه أحمد، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وأيضا عند الترمذي وأبي داود، لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه. طيب، قالوا حتى تكلفة الرد على الغاصب. طيب، احنا قلنا ضمان المغصوب إذا تلف في يد الغاصب، يعني إذا هلك المغصوب في يد الغاصب ضمنه، كما مر معنا وذكرنا إذا كانت عينا أو إذا كانت قيمة أو إذا كانت زرعا أو غرسا إلى غير ذلك. والضمان يكون بضمان المثل باتفاق العلماء إذا كان المال مثليا، وهو ما يوجد له وإذا كان من المثليات اللي هو يعني شيء في السوق له مثله، مثل مثلا نقول أثاث أو شيء من هذا القبيل، ومنه أيضا ما يباع من المثليات كيلا زيت سكر أو عددا مثل البيض القماش إلى أو يزرع كالقماش أو عدد كالبيض أو إلى غير ذلك. طيب، وإذا كانت قيمة أو كان مثليا ولكن لا يتعذر أنه يرده، فيرد قيمته. نعم، يعني مثلا غصب له بعيرا أو بقرة أو شاة وأكلها، نقول له شوف قيمتها كم، ترد إيش؟ ترد القيمة مكانها. وكما قلنا يعني تصرفات الغاصب إذا غصب دارا أو عقارا أو دابة، تصرفاته فيها يقول الشافعية والحنابلة لا يملك الغاصب العين المغصوبة بدفع القيمة، لأنه لا يصلح أن يمتلكه بالبيع، وبناء على هذا تحرم عندهم تصرفات الغاصب، لا تقبل تصرفات إذا وهبها أو باعها إلى غير ذلك. بل قال المالكية رحمة الله عليهم يمنع الغاصب من التصرف المغصوب بأي نوع من التصرف، رهن، كفالة، إلى غير ذلك. قال الحنفية يملك الغاصب الشيء المغصوب بعد ضمانه، وينتج عن التملك أن الغاصب لو تصرف المغصوب بالبيع والهبة قبل أداء الضمان ينفذ تصرفه، يعني غصب عند الحنفي غصب شيء وباعه خلاص البيع صحيح، لكنه يضمن، يعني ما نطالب الذي اشترى نقول له رجعه أو لا نبطل فعله، لا نبطل فعله. طيب، احنا الآن تكلمنا على زيادة المغصوب المتصلة أو المنفصلة، لا ضمان فيها عند أبي حنيفة
بينما تضمن الزوائد عند ايش؟ عند الجمهور. طيب انسان غصب ارضا وبنى عليها، غصب ارضا وبنى عليها، هنا حصل زياده متصله في المغصوب، هنا يلزم برد المغصوب الى صاحبه وازاله زي ما مر معنا إزالة ما غرس أو ما زرع أو ما بنى، لحديث أبي داود ليس لعرق، يعني ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم ظالم حق. طيب منافع المغصوب مثلا سكن الدار أو ركوب السيارة لبس الثوب عند الحنفية لا تضمن ما لم تنقص، وقال الجمهور تضمن منافع المغصوب لأنها أموال متقومة، لأنها أموال متقومة. هذا غالب ما كان في ذلك. صلى الله عليه وسلم.